طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدجداشة البيضة، شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية، احنا وين رايحين؟ اهلا بكم من جديد. اليوم او يوم امس في ساعه متاخره من ليل يوم امس صوت مجلس النواب على 14 وزيرا في حكومه عادل عبد المهدي، كما وافق على البرنامج الحكومي اللي قدم عادل عبد المهدي. وبعد التصويت ادى عبد المهدي اليمين الدستوريه رئيسا للوزراء، وكان يعني قد أرسل البرنامج الحكومي له إلى البرلمان قبل ساعات فقط من إرسال أسماء المرشحين للكابينة الحكومية. يعني مجلس النواب وافق على وزراء النفط. خلونا نتعرف على أسماء الوزراء الـ14. تم اختيار وزير النفط ثامر الغضبان، ولوزارة المالية فؤاد حسين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتصالات نعيم الربيعي، الإعمار والإسكان بنكين رايكاني، والتجارة محمد عبد المجيد، الخارجية محمد علي الحكيم من بيت الحكيم، الزراعة صالح الحسيني، الشباب والرياضة أحمد طالب العبيدي، الصحة والبيئة علاء عبد الصاحب العلوان، ووزارة الصناعة والمعادن لصلاح الجبوري، والعمل والشؤون الاجتماعية لباسم عبد الزمان الربيعي، ووزارة الكهرباء إلى لؤي الخطيب، والموارد المائية إلى جمال العادلي، ووزارة النقل إلى عبد الله العيبي باهظ، فيما لم يتم عرض أسماء كل من وزير التخطيط، كان من المفترض يكون أياد السمرائي حسب ما هو تم تسريبه، ووزارة التربية لصبا خير الدين الطائي، وزارة التعليم العالي إلى قصي السهيل، ووزارة الثقافة إلى حسن طعمة، ووزارة الداخلية إلى فالح الفياض، ووزارة الدفاع إلى الفريق الطيار فيصل فنر الجربة، ووزارة العدل. يعني هناك ترشيح لأسماء سالم صادق. يعني هذه الوزارات الأخيرة اللي ذكرناها من أبرزها الداخلية والدفاع والعدل لم يتم تسمية الوزراء لغاية الآن، فقط الـ14 اللي ذكرناهم. طبعا جميع الوزراء المرشحين كانوا حاضرين في الجلسة يوم أمس، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية وممثلين من البعثات الدبلوماسية في العراق. عن كواليس تأجيل تمرير الكابينة الحكومية، يقول النائب عن تحالف البناء عامر الفايز في تصريح صحفي بأن تحفظات القوى البرلمانية المختلفة على الكابينة الحكومية اشتدت قبل موعد انعقاد الجلسة المسائية يوم أمس الأربعاء. وقبل الجلسة بيومين وقع أكثر من 120 نائب على طلب لجعل التصويت سريا حاولوا تقديمه إلى رئاسة البرلمان. تحدث الفايز عن تغييرات حدثت في قائمة الوزراء قبل تسريبها إلى وسائل الإعلام، ويقول عضو تحالف البناء بأن التغييرات جرت قبل موعد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية، وهي محاولة لخلق حالة من التوافق بين رئيس مجلس الوزراء المكلف والقوى البرلمانية لتسهيل عملية تمرير الكابينة الحكومية كما قال. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول اختيار 14 وزير يوم أمس وتأديتهم إلى اليمين الدستورية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. معنا اتصال عمر من الأحواز. تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا اخي الكريم؟ طيب ان شاء الله. بيك اهلا وسهلا بيك. حبيبي انا ما احب اعلق وايد، ابو المثل يقول خير الكلام ما قل ودل. نحكي فرد كلام بسيط. هاي العمليه السياسيه وهذا النظام الموجود الان في العراق، هذا لازم على العراقيين ان على ما تقولون يثبتون نفسهم ويقولون كلمتهم، الكلام للشعب مو لهؤلاء. هذول هاي حكومه مهزله، يت على رغاب العراقيين وعلى العراقيين أن يعيدون ماضيهم ما قبل 2003. هذا هو الحل.
ولا نقبل بحل غير هذا الحل إن شاء الله، ونحن مع العراقيين الأبطال النشامة. خلي يشوفون ماضيهم شنو كان، والآن يشوفون بيا حالهم، ونحن معهم إن شاء الله، ونقول لهم ازحفوا إلى المنطقة الخضراء، لأن هؤلاء كلهم مجرمين وقادة ميليشيات. حتى هذا عادل عبد المهدي إنسان قيادي يقود ميليشيات وإنسان مجرم، وإن شاء الله حسابهم يوفر بإذن الله تعالى. وشكرا لكم. شكرا عمر من الأحواز. طبعا البارحة يعني عبر شاشات التلفزة شاهدنا كيف تم نقل وقائع جلسة التصويت، وحدثت هناك يعني مشادات كلامية ومشاجرات. في البداية كان عادل عبد المهدي يعني قدم برنامج الحكومي، البرنامج الحكومي كان يعني كلام، فقط كلام، ليس فيه دراسة حقيقية أو وضع يعني حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها العراق. إنه إذا على الكهرباء تحدث إنه يجب إصلاح الكهرباء، إذا تحدث عن وضع الخدمات سوف نقوم ببناء البناء التحتية والتركيز على الخدمات، يعني كلام عام، كلام عام. يعني هناك كثير من النواب من تحدث عن نقطة مهمة، وهي كيف يتم تقديم هذه الأسماء الكابينة الوزارية والتصويت عليها قبل يعني تمرير هذه الأسماء على لجنة النزاهة، وكذلك التأكد من شهادات هؤلاء، هل هي شهادات فعلية أم شهادات مزورة. حدث يعني سجال بين النواب حول هذا الموضوع. يوم أمس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال خلونا نختار، وبعدين أنه إذا أحد ثبت عليه جريمة أو ثبت عليه أي شيء يتم محاكمته. هو اللي قبلهم صار لهم 15 سنة مدانين بملفات فساد ما حد حاكمهم، فكان من المفترض أنه بالفعل يتم أنه فحص ملفاتهم، التأكد أنهم غير يعني مطلوبين للعدالة، أو أنهم يعني على الأقل شهاداتهم تكون فعلية، أنه مراجعة وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، هل بالفعل لديهم شهادات أم لا. هذا الموضوع طبعا تم إثارته يوم أمس. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد. أستاذ عمر، ذولا بالنسبة لهم 15 سنة ما سووا أي شيء للعراقيين، أي شيء ما سووا للعراق 15 سنة صار. خلي يدورون المدارس مالتهم، الكليات، وين دارسين ذولا، وين كانوا قاعدين. يعني هم هسه بالنسبة لهم هذا مشعل الجمهوري يقول احنا كليتنا حرامية وكليتنا مبنى وكليتنا صرلات. هذا المالكي اللي سقط المحافظات يسلمها للدواعش، وهو اللي جاب الدواعش، يقول احنا كليتنا فشلنا بالعملية السياسية. انتم قاعدين وجاي تشكلون حكومة للعراق، انتم انتم كلكم مجرمين، حرب امام الشعب العراقي وامام العالم. لو اكو قضاة نزيهين واكو قضاة يعني مثل ما يقول مستقلين وطنيين عراقيين، هذول هسه كلهم يتحاسبون على جرائمهم بالعراق. واذا ما ترجع الحكومه الاوليه بقياداتها، بجيشها، جيش النظام السابق، الشرطه القديمه، الخريجين، الكليات، يلا انه يقدر العراق يصفى. وانا اناشد اهلنا بالفرات الاوسط والجنوب اللي يشوفون وضعهم شلون صار، لا مي، تسمم، جوع، من مآسي، يعني مدارس ماكو، يعني وانثروا الشعب العراقي بالكامل. وأنا ناشد الأمة العربية وناشد الجامعة العربية أن ينظرون على الشعب العراقي. وهاي الحكومة، الحكومة عادل عبد المهدي، أي نتيجة ماكو، لأن نفس الوجوه لعاب الشطرنج، يجيبون هذا يحطون هذا، يغيرون هذا يحطون هذا، ماكو فائدة. أستاذ عمر، نعم، أنا أشكرك أبو أحمد. إذا مو تغيير، نعم، إذا مو تغيير نظام جذري، وتجينا حكومة من برا ويجينا جيش من برا والشعب كله وياهم في العراق، ولا إذا ظل على ذلك هو الشعب العراقي بالكامل، لأن هاي كل الأحزاب حرامية متسلطة على رقاب الشعب العراقي. نعم، وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو أحمد من الرمادي. معنا محمد من بابل، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا هلا بيك. والله يا استاذ احنا صراحه دا نشكي وضعنا هاي، يعني وضع العراق، وضع هاي الحكومه اللي نفس الوجوه اللي جاي تجينا ما تتغير زين، بس نهب للعراق، نهب خيراته، نهب ثرواته، يعني ما يصير هيك. الى متى احنا نبقى الشعب العراقي نبقى ساكتين؟ يعني احنا بالجنوب هسه متضررين، مي ماكو، والصيف كله كهرباء ماكو زين، والحكومه نفسيتها لا يسوون، يعني لا يطورون، لا يسوون الكهرباء، لا مي، لا، يعني العراق وضع تعبان نهائيا، تعب كلش زين. يعني انا اطلب من الله ومنكم ان توصلون صوتنا. نعم صوتك واصل ان شاء الله. نعم ان هاي الحكومه هي ترى سبب دمار العراق. هاي الحكومه اللي هي متنصبه من نصبها بريمر لحد الان هم نفس الوجوه ذولا، نفسيتهم ما جاي يتغيرون ابد، ولا جاي يشتغلون لصالح العراق نهائيا زين. واحنا نحتب على الكبار اللي هم ايدوا، اكو ناس يدعون المراجع وغير المراجع اللي ايدوا هاي الحكومه، هي حكومه فاسده، حكومه حراميه، باطلين، ما قدموا شيء للشعب العراقي. بس الاذى احنا ناس متضررين، احنا لا شغل هسه حاليا، لا شغل، لا عمل، لا كل شيء ماكو زين. ما يصير هيك على الشعب العراقي، انه عليه يتوحد ويعرف مصيره وين يشوف مصلحته زين. مصلحته هي بهاي الحكومه، هاي الحكومه اللي جاي تتغير، نفس الوجوه جاي ترجع، وما جاي يقدمون شيء. واحنا يوميا مصفقين الواحد، كافي التصفيق هذا، كافي. يعني الى متى نضل هيك احنا زين؟ يعني الحكومه من اجت من 2003 لحد هذا الان اليوم، شنو اللي قدمته للعراق غير لهم والمصالح؟ هاي مواردات العراق وين جاي تروح؟ ما حد يحاسبهم اللي يبوك ويطلع، ما حد يحاسب يقول له تعال بويا اموال الشعب وين وديتها زين. والشعب العراقي طبعا مع الاسف اكو ناس، بعض الشعب العراقي لحد الان مصفق، هو مسلوب اكل ما عنده بيته ويصفق للحراميه. انا اقول والله حتى علي هذا اللي لحد الان عقله ما يشغله وما يعرف مصيره وين، جاي يذبحون دينه باسم الطائفيه، يقتلون فلان باسم فلان. يعني ما يصير هيك، حكومه جاي تدمر الشعب، دمرته، انهكل الشعب العراقي، لا زراعه، لا صناعه، لا تطور، كل شيء ماكو زين. الى متى تظل هاي الحكومه؟ الى متى تظل هاي الحكومه هيك؟ احنا بهالمصير هذا. نعم زين. شلون يعني انا هسه ما اعرف المن اقول المن احكي، ما تحكي، تطلع مظاهرات، ينسبوك الداعش وينسبوك ما ادري المن، يعني زين، ينسبوك ارهابي زين. لا بالجنوب مرتاح ولا بالشمال مرتاح، كل العراق متضرر بسبب هاي الحكومه. هاي الحكومه لا جايه لمصلحه شخص معين، ماكو، مصلحتها الخاصه فقط زين. وانا اشكرك استاذي. شكرا محمد من بابل. طبعا بحسب صحيفة المدى، يعني القوى التي تدعي تمثيلها لأهل السنة يعني أدت تحفظات كبيرة على المعايير التي وضعها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أرجع أكثر من 15 مرشحا سنيا كما يعني قالت إلى كتلهم لعدم مطابقتهم للشروط والمعايير التي وضعت. النائب الفائز يعني بين بأنه من أهم القوى الكردية التي شاركت في الحكومة هما الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني والديمقراطي، في حين وذكرنا احنا وزارة المالية فؤاد حسين وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحدث بأن كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد في خانة المعارضة البرلمانية. النائب عن البناء يعني توقع تشكيل كتلة برلمانية معارضة مكونة من أكثر من 70 نائبا كما قال، ويعني تمنى هو الرجل بأن تكون هذه المعارضة البرلمانية الجديدة إيجابية وليست سلبية، يعني تعرقل عمل السلطة التشريعية التي تحاول النهوض بواقع المجتمع كما قال. النائب يحيى المحمدي يعني قال بأن هناك مشكلة علينا منها قبل عقد جلسة التصويت، المتمثلة في تأخر إرسال السير الذاتية للمرشحين إلى الكابينة الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. ويعني يوضح في تصريح بأن أغلب الكتل البرلمانية لم تطلع على أسماء مرشحي الوزراء
أو الوزارات لحكومة عادل عبد المهدي، معتقدا بأن جميع الكتل ستصوت أو صوتت بالفعل على الكابينة الحكومية يوم أمس، حتى إذا لم يتم تقديم يعني مرشحين من قبل هذه الكتل أو تلك. أوضح بأن البرلمان في المرحلة المقبلة سيكون كما يقول حازما وقويا أمام أي إخفاق يحصل في الحكومة الجديدة. ذكرنا على موضوع الشهادات ويعني التأكد من ملفات الوزراء الجدد، عادل عبد المهدي يعني رد على من طالب يعني التأكد وتأجيل التصويت على الكابينة الوزارية. عادل عبد المهدي قال من عام 2003 ولغاية الآن احنا ما أرسلنا وما تأكدنا لا من شهادة ولا من أنه مطلوب للنزاهة أو عليه ملفات فساد. بارحة عادل عبد المهدي تحدث هذا الموضوع، قال هذا لم يحدث أبدا وتحمل على مسؤوليته الخاصة بأنه لم يتم، وسماها بالتحديد قال حكومة إبراهيم الجعفري والحكومة الأولى لنور المالكي والحكومة الثانية لنور المالكي وحكومة حيدر العبادي. خلال هذه الحكومات لم يتم إرسال والتأكد من أي اسم تم ترشيحه لمنصب وزير في الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ام زمزم من بغداد، تفضلي ام زمزم. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، الوزراء اللي عينوهم الباخره بالكابينه الوزاريه اغلبهم من الاقارب والاصدقاء. اعطيك مثال، محمد الكربولي، جمال الكربولي، ذولا عينوا ابن عمهم وزير للتجاره، وابن أخته للكربولي تعين وزارة الشباب والرياضة. نعم. زين أنت يا الكربولي تعترض على وزير الدفاع، ليش تعترض بأمر من هذه العامري؟ ما تريد وزير الدفاع؟ زين أستاذ، البرنامج الحكومي برنامج إنشائي فرض على النواب، والدليل أنه إحنا النائبات قامت واعترضت، قالت له عندنا آلاف المغيبين بالموصل، صلاح الدين بالرمادي بالفلوجة بديالة، أشو ما طرحتوها بالبرنامج الحكومي؟ ما طرحها عادل عبد المهدي. رئيس البرلمان يريد يلفلفها شلون يلقوها، قال إيه وضعناها ضمن الملاحظات. وحتى السيد صباح الساعدي اعترض على البرنامج الحكومي وعلى الوزراء، قال له شلون تطوني برنامج حكومي خلال 6 ساعات لازم اني اقيمه؟ الوزراء ايش معروف عنهم؟ استاذ هاي من جهه، من جهه اخرى وزاره العدل اللي رشحوا لها اسماء سالم، اخت الميليشياوي ريان الكلداني، وهم من اولا من الطائفه المسيحيه، ثانيا ساكو عالم دين المسيح، قال احنا لا نقبل ان تكون ميليشيات مسيحيه تدافع عنا، احنا يجب ان نكون ضمن الوطن. يقولون لا، هذا رئيس كتله ريان الكلداني رشح اسماء اخته. اسماء استاذ درجه سابقه حكومه تكنوقراط، ودزوا لنا السيفيات على البريد الالكتروني وراح نبتعد عن المحاصصه. شو الاسماء اللي نقراها؟ يعني اذا 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 ركزنا على الوزارات الرئيسيه مثل وزاره الماليه وزاره الخارجيه، يعني المحاصصه واضحه استاذ
كانت محاصصة وزارة الخارجية الحكيم مرشحة والصيح الحكمة صيح احنا ما رشحنا احد. اصلا هو التركيز كله حتى ايرانهم مركزة على وزارة المالية وزارة الخارجية، ما قدر يحصل عمار الخارجية فحصل العفو، ما قدر يحصل المالية فحصل الخارجية حصلها. فاستاذ المشكله انا اريد اتطرق الى وزاره العدل اللي بعد ما يعني ما مصوتين عليها. استاذ يصير يعني مع احترامي للاخوان المسيحيين، يصير مسيحيه هي تعين القضاه بوزاره العدل في العراق؟ استاذ احنا كاسلام من يروحون كمثل بسيط، يعني انا ما اريد افرق بس مثل بسيط من يروح المسلم يريد يقطع مهر بالمحكمه غير قاضي مسلم زين يصير بالدين، خليه هم يسالون بها يصير بالدين. وزاره العدل يعينون لها امراه مسيحيه وما عندها لا زين عندها القضاة ولا المستشارين الكبار مالين العراق تعينونهم امراه خريجه 2006 درجه سابعه قانونيه بوزاره النفط ومعينها منه الميليشياوي رياني الكلداني. يعني نقدر نقول هي حكومة نصردل، هم قالوا نصردل 14 وزير بعد 8 وزراء 9 وزراء لهسه ما عينوا. يعني موضوع الدين بالوزارة وإحنا دولة مدنية، يعني إحنا ما أعتقد أنه بضرر، لكن الموضوع الأساسي هو اللي يتولى وزارة العدل السابق المسلم المتدين إيش سوى حتى تسوي هاي، هذا ممكن يطرح التساؤل. استاذ بس مو عندنا مستشارين وقضاة أحداث كبيرة يجيبون وحدة توها متحينة ودرجة سابعة والله بأمر من أخوها رياني الكلداني اللي هم نفسهم المسيحيين ما معترفين به، يقولون هذا قائد ميليشياوي احنا ما نريده. وشان يعني استاذ أرد على أنه بالنسبة بما أنه هو من ضمن الحشد وأنه هناك مقعد وزاري كما يسمونه هم للأقليات، فيقول لك احنا نضمن هذا انه هو منا وبينا، وهم على اساس احنا اعطينا يعني للمسيحيين مقعد وزاري. واضح الامر استاذ، وهذا الكرابله عين ابن عمه وابن اخته عينهم بوزارتين مهمه، وزاره التجاره ووزاره الشباب والرياضه، ومن صفحه كان فاتح له قناه دجله ويحكي بيها بالوطنيات. استاذ بس ظاهريا وطنيات بس باطنيا يعني البارحه يعترض على الجربه على وزير الدفاع الجربه، ليش بس اعترض؟ لان هو على اساس صاير ويا كتله هادي العامل، وزير الدفاع رجل متزن هذا اللي رشحوه ما يريد الكربوني، ما يريد اللي عازم من ابوهم وعمهم وخالهم هادي العامل. استاذ حتى البارحة من صار اعتراضات هواية من النواب، يعني تصور رئيس البرلمان يصيح انت طفل الصيح على صباح الساعدي، صباح الساعدي اعتراضه يعني مضبوط، ليش تصيح عليه؟ استاذ يعني هيك بالقوترة راضي ويمشون الوزارة بالقوترة. نعم أنا أشكرك أم زمزم من بغداد كانت معنا أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله اخ عمر. حياك الله يا اهلا بيك. انا وانت وكل واحد ما انتخاب ألمنا يكون قليل، لكن اللي راحوا استقبوا وهذا ما يكون بالحكومه اللي مرجعه له غيرها، يعني هذا اللي ظل مختلس اللي عبد المهدي سكتاوي، لا يستقب اعلام، لا يظهر كل شيء، لا ما طلعت في مفاجاه لا وين شاربه غصبون عليه محكمين عليه وزارات، هذا شيء واضح مفهوم. سلام يا شعب العراقي، هاي حكومتكم الرشيده الجديده. بعدين انا من جسم جبتوا هذه الجائله اخت ريان، مو على مسهله لكن هي طفله، والوزاره العدل منهاره يعني حبالقه وما مدبرينها، وهذا الناس كلها في السجون مغيبه، وهذا يعني جد قدم خدمه لايران، جد قدم خدمه للمشان هذا اللقيط الكلداني اسمه ريان الكلداني، وهذا يكون عيش منصب مهم. بعدين اخ عمر بالنسبه لوزاره الخارجيه والداخليه عمرها ما تفارق الايرانيين، شوف انت ابو تعينه منه الا على الايرانيين، هذا شيء واضح مبين. بعدين شوف الكتل شلون اللي هو شواربهم غصب عليهم
واخذوا من عندهم الماليه، بينما دول ذيول السنه اللي ما يقدروا على انفسهم، الاخص السياسيين اللي ما عندهم غير الكرامه، غصبا على رؤوسهم حتى السامع بالعذيان، تزيد ما تزيد غصبا عليك، تزيد غنم وخذلنا، تزيد غنم وخذلنا، بس عقده رضا كافي، بعد انا ما احيي اي واحد لا هو شام ولا غير شام، هم كلهم نفس القالب، ولكن هي مو ذات الدفاع منصبها على السنه، ايش معنى اخذت تزيدون للدراجي؟ هذا حاجكم على السنة ظلوا هذا الله فليكفقون فيكم إيران وغير إيران عمي يطلع صيروا معارضين وانقذوا مكونكم السنة وهذا مكونكم ترى أمة كاملة لا باكم أقليات شو قد صارت السنة بعراق أقليات هاي علم يضحكون أما إذا جابوا إيرانيين جنسوهم سووهم شيء هذا ذاك بحث الآخر عمي أنتوا أمة أمة خير أمة تخرجت للنار تظلون لله تحت هذا العامري والمهندس والخزعلي دول الزبايل لدول اللي تربوا بحضان إيران دول النقطاء يديرون العملية السياسية وكفول بيكم وحتى سامع عمت عيونهم عمت عيونهم وشوف تتحررون شوف تسعون أوادم وتنصرون مكونكم ومذهبكم مجاهية بعد ما بيها مجاملات هذا سني وهذا الشيء وهذا كنت وهذا تعمل انت تأخذ بس تأخذ مكونات فوق براحتك بس عمق المكونات مكونات كلها مغيب السجون وما حد محترمكم وانت لما جيت وقلت راح نستعد ويتفتح على اساس على المغيبين لا خلينا نطلقكم مغيبين يغبضوا كذابين محتالين الطابع ما يستعون على نفسهم. نعم أنا أشكرك أبو ياسين من ديالى كان معنا. إذن يعني الواضح أنه المحاصصة باقية في الحكومات، هذه الحكومة يعني مثل ما شفنا أنه البارحة عادل عبد المهدي وتكلمنا في بداية الحلقة يتكلم عن البرنامج الحكومي، قدم البرنامج الحكومي مالته كأنه دا يقرأ في كتاب أو دا يقرأ في أو دا يكتب إنشاء ما بلا أرقام ولا موعد محدد، مثلا من هاي الفترة لهاي الفترة خصصناها مثلا إلى الخدمات إلى البنى التحتية، من هاي الفترة إلى هاي الفترة إعادة إعمار المدن المدمرة على صعيد يعني فتح ملف المعتقلين مثلا وإجراء يعني تحقيقات سريعة وإطلاق سراح من تم تبرئته، كلام عام جدا. يعني كل الانتخابات كل الدول اللي ترشح فيها أحزاب فيها تعددية حزبية، الحزب بالبداية قدم برنامج الانتخابي، أنا إذا لزمت الحكومة إيش راح أسوي، واحدة اثنين ثلاثة. إحنا بالعراق الوضع مختلف، إنه والله تعال انتخب فلان وانتخب فلان وبعدين هم يرشحوا لهم واحد رئيس وزراء ربما لا يكون رئيس كتلة مثل ما صار عادل عبد المهدي، الرجل توافق جابوه توافقوا عليه وجابوه خلوه رئيس حكومة. أما في الدول الأخرى دائما يكون رئيس الكتلة زعيم الحزب هو من يتولى رئاسة، يعني في الغالب يتولى رئاسة الحكومة، وقبل الانتخابات يطرح إلى الجمهور يطرح إلى الشارع يطرح إلى المواطن برنامجه الواضح حتى يتحفز المواطن على انتخاب هذا الحزب أو ذلك الحزب من أجل أنه يحقق مطالبه ويجدها أنها بالفعل هناك برنامج حكومي حقيقي. البارحة لا، الجماعة في يوم واحد قدموا البرنامج الحكومي، تكلم فيه عادل عبد المهدي، كل ورقة كاتب فيها سطرين ثلاثة وكل شوية يقلب الورقة، وبعدين قدم الوزراء وتم اختيار 14. طبعا بالمناسبة البارحة فقط حاضر 220 نائب من مجموعة 329، زين 109 نائب وين؟ وينهم إذا إحنا في بداية الدورة البرلمانية للسنوات الأربع هذه وتشكيلة حكومة ومية وتسعة نائب غائب عن البرلمان، زين باشر بعد نوب أسبوع بعد شهر بعد سنة جزء يبقون بس 51 والباقين قاعدين برا عندهم إجازات. 220 فقط البارحة اللي حضر من مجموعة 329. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، بالنسبة للحكومة الجديدة هي نفس الوجوه، الشعب مستاء مأيس من هؤلاء الأقدار اللي يمكن أقول لك عملنا عن ما أجابهم علينا هؤلاء اللي لا يعرفون الله ولا يعرفون البشرية، حتى الإنسانية مقطوعة من قلوبهم، يعني مرفوعة من قلوبهم. لو ننظر إلى العراق
العراق منذ مجيئه للسلطة لليوم ماذا جرى بالعراق؟ كله شر ويلات دمار والحد على البشر تحت الأمطار والجوع حدث ولا حرج. قال المأكل قول أكل الضعيف. الحرامي هو الماشي بالبلد. يعني شو تصور إنسان تابع المجوسي هو أكبر من خلق الله هم المجوس واليهود. يحكمنا اليوم المجوس يحكمون المجوس واليهود. هذا ما كنزنا لأنفسنا بأيدينا يا عرب. أنا أخاف العرب بس ولا مسلمين مضرة مسلمية. بنظري اليوم الأمة الإسلامية مريضة مرض سرطان طويل صيبها. لكن الأمة العربية نتفاعل ونقول بس لعل وعسى أن الله يرحمنا وحيد نظام هذه الأمة اللي كانت كلها بطولات كلها أمجاد. لكن للأسف الشديد اليوم المستعمر يجول ويصول ويعتبرك أنت الغريب وهو صاحب البلد. البارحة يعني مصطفى ورما اختاروا الـ14 صارت عركة بالبرلمان يعني رادوا يتفقون على وزارة الداخلية وزارة الدفاع العدل وزارات أخرى صارت عركة وقالوا يابا خلينا نأجل جلسة البرلمان. هاي عركة في الغرف ليش؟ نعم. هي صحيح عركة لكن مو عركة حقيقية. هم من أجل المال وتحصيل المركز هاي جانب. صدقني من نفس البرلمان من تقديهم يقولون لا تشوفون القتال فيما بيننا بالبرلمان واحد يشعر أغرب يقول من انتهى التصوير ونبعد يقول طبعا قدرت لك سكرتك يعني هيتي وكأنهم أطفال. ذولا ما يأصل قليل حتى يقوم بالبلد. صدق واعتقد بالله صدام عشير الله رحمه كان يعدم هيك نماذج حتى بحزب الدعوة يعني يقول صدام عشير مو على حق فهو كافر. ما أقول لك مو بشر إنما كافر لأنه ما يحب الإسلام. لأن صدام عشير مثلا يعدم إلا وغير اللي من حق وما عنده غير لا على شرفه ولا على دينه ولا على عربيته ولا على وطنه. فإحنا من ننظر هؤلاء منهم هذولا كلهم الجنسيين الجنسيات إذا صار شوي حر عليهم نتوهنهم بالخارج. بس العتب هو العتب على الأمة العربية الشاخصة. يعني يا أمة ما لك أي دور يتيشي فد مران مت يا أمة العربية. مو هذا العراق العراق اللي كان دائما يصيح ولحد الآن إحنا في قلوبنا مزروعة مزروعة للنخوة العربية اللي نقول دائما أمة العربية أمة العربية الأمة العربية وخاصة فلسطين. يعني هسه اليوم القضية الفلسطينية نسيت نهائيا أحد باله. بس إن النادي العراقيين صدام عشان للأسف الشديد يعني أقولها بمرارة يعني ما أعتبر الشعوب العربية غير المناضلة أو غير ذاك الحكام اللي يجي ويرجع يقول الحكام للأسف الشديد. ومع كل الأسف هذا القطري رئيس قطر للأسف الشديد هذا اللي شنده بعيد أو شنده زرافة ما يستعرش حاطيه بجيران ويا العلامة مو موضوعنا أبو مصطفى. نعم أبو مصطفى نعم. علاقات الدول فيما بيناتها هذا شأنها مو شأننا إحنا. نعم. إحنا العلاقات إذا نعم. كانت علاقات يعني قائمة على الاحترام المتبادل هذا شأن الدول يعني نعم. إحنا شيء يعني كلش يكون يعني شيء مفيد للعراق إذا كان العراق بلد بالفعل كحكومة كدولة تكون علاقاتها مع إيران أو غير إيران قائمة على التبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. هذا شؤون الدول. إحنا خلينا نحكي على نفسنا اللي إيران هي متنفذة بالعراق هي اللي تحكم العراق. نعم نعم أنا وياك لكن من الجانب من الولايات ولا خيانة العرب حكام العرب عفوا نظرة استطاعت إيران وأمريكا تحكم العراق لو لا خيانة بسيئة بالعراق مهمين ما زلنا نسمي لأنه قد يجوز ندخل التفاصيل مو حلوة وأنا ما هذا مهم أقول على المشرفة الشرفة لا لما هم واحد حط لنا 93 المشهد الإسرائيلي في قطر أو في سروال العراق وجعل الوزاد يشتغل والله تمني من الأزل من أجدادنا وآبائنا هم ما يسيحون السادة ويكون السادة خميني السادة بس الدجال من الفريضة من خراسان من إيران فإذا هم دجل الله سبحانه وتعالى جعلهم دجل لكن تعاش تقول العربية السنة. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية. تفضل عبد الرحمن. ألو السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا هلا بك. حياك لك والقناة الرافدية. حياك الله يا هلا بك. المشاهدين السلام. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. أخي عمر لا تأخذني البارحة قرأت تغريدة فإحنا نسمع يعني مفرد تغريدة من تسمع فيه كلمة يعني تذكر صوت جميل يعني صوت البلبل
يعني بس من تطلع كلمة أذرى أجلك الله من إنسان، يعني إنسان صعلوك، إنسان شو تريد تعبر عنه؟ يعني والله قليل التعبير بحقه مثل هذا المنغول مختزة من يقول البارحة، نعم من يقول البارحة يغرد على تويتر يقول حكومتنا الجديدة حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية، يكاد تكاد تعلو ولا يعلى عليها. يمكن حضرتك قرأت هذا التغريدة. منو يعني كاتبها؟ يعني منو كاتبها؟ مقتدى هذا الصعلوك. تجاوز أرجوك بدون تجاوز، تفضل. نعم يا أخي العزيز، أنت إحنا ما نريد نتجاوز ولا نريد نصير مثلهم، يعني عندنا ألفاظ بذيئة، بس إنسان من يتجاوز يعني ما كفاكم أنتم العراق بعتوا تفصيل، نعم. ما كفاكم حمالة تتجاوزون النوب على كلام رب العالمين وتشبهون قطيع مال أغنام كل عملاء وخونة وسراق الشبهة بنور رب العالمين. يا أخي أنت تعرف هاي معنى الكلمة لا شرقية ولا غربية؟ يعني هاي الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للنور ماله، يعني كمشكات فيها مصباح. يعني تعرف الآية ما أريد أقرأ لك إياها على التليفون. نعم. تطاول الشبه حكومة كلها جريذية كلها خونة كلها عملاء يشبهها بنور رب العالمين. يعني ما كفاكم هاي العمالة، ما كفاكم العراق اللي يبعتوه تفصيخ تجي تتجاوز على كلام رب العالمين. من هذا اللي يشبه برب العالمين؟ منه عادل رقة؟ من هو رئيس الجمهورية الجديد اللي أجلك الله وأجل قناتكم مثل وجه العاهرة؟ لو تشبه لي محمد السربوتي اللي كان فرق ما كاولي أجلكم الله وأجل. لا 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 أرجوك، يعني بس أوكي اطرح فكرتك، لا بس بدون تجاوز أرجوك على أي أحد. أخي والله ما رأني، ما يخالف أخي، ما يصير. هو إلا الله سبحانه وتعالى يكشف عنا هاي الغمة. بس والله غير رتفة إن شاء الله على كتاب رب العالمين. والله يا أخي احنا يعني وين وصلنا؟ العراق انهبوه من عندنا وما خلوا عينا كل شيء، حلالنا واموالنا وعراقنا وبلدنا وكرامتنا. يجي واحد مثل مقتدى ما يشوانا، يعني اجلك الله ما يشوانا. هم رجعنا على التجاوز. عبد الرحمن هسه انت اذا تجاوزت على اي شخصيه راح ينصلح الحال بالعراق؟ اذا تجاوزت على اي شخصيه بالعراق راح ينصلح الحال بالعراق؟ أنا ماشي اطرح طرحك بكل هدوء واحترام بدون تجاوز ارجوك. والله قلت لك يا اخي العزيز، انا يعني متصل قديم للبرنامج. نعم. والله اقسم لك بذات الله من البارحه سمعت هاي التغريده، يعني انا اعصابي منهاره على ديني وعلى كتاب رب العالمين دستور المسلمين. نعم. يشبه لك جمره والحراميه حكومه فاسده صار لها 15 سنه جات مع زورنا يشبهها بنور رب العالمين. ما خاف من الله انت يا اخي؟ نعم. أنا أشكرك عبد الرحمن، أشكرك عبد الرحمن من السويماني. كان معنا محمد من بغداد. تفضل محمد. الله يسعدك. حياك الله يا أهلا بك. شلونك عمار؟ الله يسلمك. الله يخليك. لا يا عم يا عمار، هاي كل سنة كل أربع سنوات يسوون انتخابات أمريكية إسرائيلية إيرانية. نعم. يا عمي الله يخليك، هاي كلها كلاوات. السنة والشيعة اثنيناتهم مزواجية. هذول هسه كليتهم هذول هسه الواقفين نبوا عليهم السنه والشيعه، عملاء السعوديه، عملاء ايران، عملاء اسرائيل، عملاء امريكا، وهذا راح يظل بلد لا صناعه لا زراعه لا صناعه لا علم لا فهم، كل شيء ماكو، جهل، امراض، سرطان، وشال والوان. هذول رادين الحكومه من برا، عندنا القياده برا موجوده، اجيب القياده هي امريكا، اجيبها مو هي امريكا تقول احنا نطيع العراق، اجيبها خلي القياده. سووا الأمريكان جابونا ذولا صلهم 15 سنة سوونا. لك يا عملاء عملاء هذول كلهم عملاء الإيران والإسرائيل والأمريكا والسعودية. زين واللي راح يجيبوهم؟ عليهم. نعم. سنة وشيعة عملاء أبو عليهم هذول سنة وشيعة. ما أنا سني. هذول سنة وشيعة هذول كلهم حرامية وكلهم عملاء كلهم يشترون مناطق خارجية. هذول لازم ما يبقون. هذول الشعب العراقي لازم يكون سنة وشيعة مسيح. لا قاطعهم كل شيء، مقاومهم حتى اقاومهم بالسلاح اقاومهم الا ثوره قويه. شلون ثوره العشرين من طلعوا الاحتلال؟ نعم. راد الشعب العراقي، اكو ناس هسه من الشعب العراقي مستفاده هنا بالخضراب والشغلات مستفاده. نعم. هم نفسهم العلماء السنه والشيعه اتفق
هذول الحوزه بالنجف وهنا عندك بالغربيه وعندك بالموصل بلشوهن اكبر محافظات العراق بلشوها لان هذول معارضين اكبر محافظات العراق لان هذول معارضين لهذول الحكومه بلشوهن ما خلوا لا جامع لا مدرسه لا مستشفى لا كليه كلهم بلشوا موصل رمادي دياله ديالهم والبرتقال ديالهم والبرتقال بلشوها ايران قريبه بلشتها هسه شراد راد من العراق يقوم قومه قويه وهاي العلماء مالتنا السنه والشيعه يعيشون مو ياخذون مالاتهم ويسكتون. نعم. انا غلطان لان انا وخمسه مقدم محامي مال المطردين السياسيين لحد حقوق لان انا سني. انا داني. انا سني مش داني واحد قال لي اياها قال لي هم مش داني وهم كنت قدام فلان حقوق قلت له انا مطرود. عندي مقاح مصادره وعندي سياره مصادره حتى التموينيه مصادره مالتي حتى راتب ما عندي وعمري 40 سنه صار الله تزوجت. الا صار السقوط 40 سنه الله تزوجت. نعم وما يعطوني حقوقي هم نفس هذول الحكومة من 2005 لحد الان نعم. كلهم متسلطين كلهم متسلط احزاب معاده للشعب لان كلهم يشترون ويا ايران ويا السعوديه ويا امريكا ويا اسرائيل ويا المؤسسات الاسرائيليه تقاتلها العرب هسه العرب تقول المؤسسات هاي اليمن وغير اليمن وغير وغيرها وغير الدول العربيه نعم. من مدمره مؤسسات اسرائيليه امريكا صح لاني غلطان أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا رسالة واتساب يقول فيها أحد الرسائل يقول فيها أخي عمر ما هذا الذي يحدث كابينة وزارية تشكلت ووجوه لم ترى النور إلا البارحة العراق في ظل الحكومات المتعاقبة لم يكن يتأمل أي خير من هذه الحكومات المتعاقبة هذه الحكومة قد تكون كسابقاتها من حيث الوجوه الفاسدة لكن على الشعب تقع مسؤولية تقرير مصير البلد والتغيير هو المطلوب الحل الوحيد لخلاص الشعب استمرار الانتفاضة عليهم إلى المنطقة الخضراء مبروك من الإمارات منير من بغداد تفضل منير نعم وياك تفضل تسمعني منير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل منير أسمعك نعم شنو رأيك بالكابينة الوزارية 14 وزير البارحة تم اختيارهم منير ظاهر أكو مشكلة مع منير سامي من بغداد تفضل سامي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أهلا أهلا وسهلا شلونك أخبارك والله مشتاقين والله العظيم الله مشتاقين الله يحفظك الله يسلمك شباب الله يوفقهم ان شاء الله ويعينهم ان شاء الله الله يخليك والله يا استاذ عمر شفت واحد اثنين من دون الجدد انا درست وياهم بالجامعه الصراحه زين يعني بهذا مجلس النواب الصراحه قمت اضاوع لان تعرف خاطين الدنيا كلها ماكو شعيطهم عيط وجرار الخير زين تعرف انت هل يعني هالدورة هاي جابوا شو اسمه هذا وجيه عباس زين وجابوا هاي المذيعة اللي في الفرات وجابين هم شوف خلطة كلها يعني احنا ما نريد هو ما نريد نحكي احنا بس هو المالكي جاب هاي الطائفة فلازم نحكي بها يا اخي هو قال رئيس الوزراء السابق قال انصار يزيد وانصار الحسين فاحنا نقول له هذول ثلاث ارباعهم خاصه يعني للشيعة يعني زين وشوف شوف يا اخي العزيز شوف هذا الاجرام مال هؤلاء زين داروا بنفسهم على اساس انه سووا مثلا مع انه خربوا المناطق الغربيه مالتنا وقتلوا كثير من اهل السنه في هذه المناطق فقط الخاطر ايران وشفتهم قاعدين بمجلس بالله عليك هذول ثلاث ارباعهم ايديهم ملطخه بدماء العراقيين المجرمين هذا زين وهذا الريان الهندي ما ادري ما اريد اقول الكويسي يعني ريان قاعد وخاله ورده وشغلات وكذا وهذا زين وعده هذا ميليشيا شلون ميليشيا مسيحيه فيا استاذ عمر يعني الصراحه انا اقول لك شغله هذا البلد يعني ما راح يصير له ولا تقوم له قائمه ما طول هالاربع سنوات الاخرى سلموها مجرمين وقتله
وسراق حرامية للبلد هذا الصراحة يعني. نعم. تحياتي لأداة القناة يا أخي. أشكرك سامي من بغداد. معنا اتصال حيدر من العمارة. تفضل حيدر. نعم. تفضل. نعم أستاذ حيدر. تفضل أسمعك. أنا حيدر من العمارة. نعم تفضل. تفضل انت على الهواء. عيني انت نعم على الهواء تفضل. شنو رايك ب... بالنسبه للحكومه؟ نعم تشكيل الحكومه بالنسبه للحكومه حكومه ميليشيات سائبه بالشوارع كانوا ذولا بالدول مجاوره بايران في سوريا وكانوا سياب اجوا هسه يحكمون الشعب العراقي. احنا ما نريد هاي الحكومه مال ميليشيات. نعم حيدر اسمعني من التلفون اترك التلفزيون صوتك حلو ومسموع ما يحتاج تسمعه. بالنسبة دولة حكومة ميليشيات. نعم. ميليشيات سائبة زين ميليشيات سائبة زين هسه يسيحون ثارات الحسين. يا ثارات الحسين السنة كاتلين الحسين. نعم شنو هالميليشيات السائبة الله صلتهم علي. أنا احنا عراقيين احنا متوحدين احنا عراقيين شنو دول السياب. نعم تابعين الايران ايران ومقتدى وخامني والخميني عن روح الخميني. نعم سادة العزيز بالله العظيم انا منا اشوف القناة الرافدين انا ارتاح. الله يبارك فيك. الله يستر عليك الله يحفظك الله يستر عليك سيد عمر. الله يسلمك ويحفظك ويحفظ أهلي أهل العمارة. شكرا جزيلا حيدر من العمارة. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. تحدثنا فيها أعزائي المشاهدين حول تصويت مجلس النواب يوم أمس على 14 وزير ويعني المحاصصة واضحة وباقية إن كانت محاصصة سياسية أو محاصصة طائفية. طبعا وزارة الداخلية كان مرشح لها فالح الفياض بعد لم يتم التصويت ولكن يعني كل المؤشرات تدل أنه سوف يتم اختياره والتصويت عليه. فالح الفياض للداخلية والجربة إلى وزارة الدفاع وكذلك بقعة وزارة العدل. هذه الوزارات الرئيسية التي سوف يتم التصويت عليها أعتقد في يوم السادس من الشهر القادم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.